خلينا نقول انه المنتجين والمصنعين المصريين بيضطروا يجيبوا دولار من السوق الموازية او من السوق السوداء علشان يستوردوا المدخلات بتاعتهم، فبالتالي بيجيبوا بسعر السوق الموازية، فبالتالي ده بيضاعف عليا انا كمواطن التمن بتاع السلع. الى متى هيستمر هذا الوضع؟ طبعا الحكومة يا فندم كما ذكرنا وأكدنا من قبل وأكد دولة رئيس الوزراء، الحكومة مدركة لتأثير سعر الصرف بطبيعة الحال على أسعار كافة المنتجات، خاصة تلك التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة من الخارج. نعم بطبيعة الحال يعني حتى لو بتكلم في أكل وشرب، تعرف داخل علينا رمضان، حضرتك عارف أسعار لحمة في السماء، أسعار دواجن في السماء، جبن، فول، أسعار الفول في السماء. أكيد يا فندم، ومن هذا يعني من هذا المنطلق الحكومة فيما يتعلق بالأسعار بتتحرك على أكثر من محور. المحور الأول كما ذكرت حضرتك أهمية توفير المكون الدولاري، والعمل قدر الإمكان على ضبط أسعار السلع في الأسواق من خلال محور ثاني متعلق بضبط أسعار السلع. فيما يتعلق بالمكون الدولاري، الحكومة بتعمل، وكما سبق أن أصدرنا إن شاء الله بيان خلال الأسبوع الماضي بشأن هناك لجنة فنية وقانونية مشكلة بمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات استثمارية إن شاء الله سوف تدر على مصر. ما تقولي خبر حلو كده إن شاء الله يا فندم. قولي كده، افتحوا نفسنا كده فلنستبشر خير. ما زالت الجهود كما أعلنا بتعمل الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات، وتلك الاستثمارات هدفها بطبيعة الحال توفير موارد دولارية للدولة، وإن شاء الله من خلال تلك الجهود سوف نوفر خلال الفترة المقبلة الجهود. بنستهدف كم توفير؟ على فكرة أنا بتعامل مع حضرتك، وأنا عارفة أن حضرتك متحدث رسمي باسم رئاسة الوزراء، لكن في النهاية أنت مواطن، يعني أنت مواطن مصري، فلما بنتكلم بصراحة كده للناس إن وده حقنا على فكرة، يعني حق الناس أنها تسمع منك الكلام ده بمنتهى الصراحة كده. إمتى طول الوقت بنقول في استثمارات، بنستهدف استثمارات، هل في حاجة نقدر نقولها للناس؟ هل نقدر نقول إمتى؟ هل نقدر نقول المشاكل فين؟ مهم ان انتوا تبقوا حاطيننا في الصورة عشان نبقى شايلين الهم معاكم. اكيد يا فندم، يعني احنا حريصين، الحكومة حريصة كل الحرص على توضيح كافة التفاصيل للسادة المواطنين، وهذا الامر هو اكد عليه دولة رئيس الوزراء انه طب ايه المستهدف من الاستثمارات يا فندم؟ بنتكلم على سكك عاملة ازاي؟ بنتكلم ايه الطرق اللي هنوفر بيها المكون الدولاري؟ ومن حق حضرتك انك ما تجاوبش، يعني احترم. لا اكيد يا فندم، يعني انا ممكن طبعا ان انا اشرح لحضرتك انه جذب الاستثمارات الاجنبيه، يعني على سبيل المثال تم جذب استثمارات اجنبيه خلال الفتره الماضيه، وما زلنا بنعمل على جذب استثمارات سوف تدر، يعني حصيله من النقد الاجنبي ان شاء الله سوف تكون كبيره وتساعد على تجاوز التحديات الرهينه. على سبيل المثال يعني كما سبق اعلنا انه المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس خلال الستة اشهر الماضيه المنتهيه في ديسمبر الماضي استطاعت جذب 1.8 من 10 مليار دولار. انا بتكلم على اللي جاي، ما هو ده احنا اللي جاي، يعني انا بدي لحضرتك طب هل في اخبار مكان. هل في اخبار تبقى اكثر وضوحا ما قبل رمضان يا سيادة المستشار؟ ان شاء الله يا فندم، يعني خلينا بنامل ان شاء الله قبل رمضان ان شاء الله، يعني بنسعى وبنبذل كل جهودنا ان يا رب في اخبار ايجابيه، في سواء في جذب الاستثمارات الاجنبيه او سواء في ضبط اسعار السلع في الاسواق. نعم. خاصه انه كافه الجهات بتعمل على توفير السلع وضبط اسعارها في الاسواق من خلال المتابعه اليوميه للاسواق على مستوى كل محافظه. انا حاجزه مداخله لاول اخبار حلوه نقولها للناس ان شاء الله يا فندم، بحجز على الهواء ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. موفقين. احب اطمن حضرتك انه اليوم دوله رئيس الوزراء طلب خلال الاجتماع اكد على جزئيه توفير السلع وضبط اسعار السلع في الاسواق،
وطالب وجه دولة رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة مصغرة على مستوى كل محافظة برئاسة السادة المحافظين لإعداد تقارير أسبوعية تعرض على دولة رئيس الوزراء ده فيما لازم. يتعلق بضبط أسعار السلع وتوفيرها واحنا للمواطن. معاكم كإعلام، وأي حد يتجاوز هتلاقونا بنقول على طول على الشاشة. بشكر حضرتك فندم، شكرا جزيلا سيادة المستشار محمد الحمصاني.